حج بلا تصريح مع نعم، وسنطبق النظام في ذلك، هناك تشديد في هذا الموضوع، وهذا كله من أجل خدمة الحجاج ومن أجل سلامة الحجاج ومن أجل أمن الحجاج. فلا شك أن من يحج بلا تصريح مخالف وعليه إثم في ذلك، ولا يجوز أن يحج بدون تصريح لما فيه من مصلحة من أجل الحجاج ومن أجل أداء النسك بيسر وسهولة. دور النيابة في ذلك، النيابة ستطبق النظام وستطبق العقوبات الصارمة على كل من يحاول أن يتعدى أو يحج بدون تصريح لما في ذلك من مخالفة للأنظمة والتعليمات التي هي ما وضعت إلا لمصلحة الحج وأمن الحج، وأيضا عدم مضايقة الحجاج الذين أتوا من بلادهم من أجل أداء الحج.